من عقد من الزمن ارتبط اسم سهيل بوجي برئاسة الحكومات المتعاقبة. عام 2000 انتدب المستشار في مجلس الشورى إلى وظيفة مدير عام وحكما أمينا عام لرئاسة مجلس الوزراء. الحريري الأب رئيس الحكومة أنذاك سماه، بعده تمسك به عمر كرامي. اغتيل الحريري، سقط كرامي وبقي بوجي صامدا ليودع المغادر ويرحب بالآتي. توالت الأحداث وهبت الرياح العاصفة على المشهد السياسي اللبناني مغيرة المعادلات، إلا أن بوجي باق ومستعد لمعاونة نجيب ميقاتي في ولايته الإنقاذية. في عام 2006، أي عند انتهاء مدة انتدابه، لم يتوقع أحد أن يبقى الرجل في منصبيه، كما لو أن رفيقه الشهيد خصه بوصيته السياسية. توقع خاب مع دخول رفيق الرفيق فؤاد السنيورة السرايا الحكومية، فاتحا عهدا جديدا لا قديم فيه إلا سهيل بوجي. ولأن كل ما يوقع بالأزرق مشروع وقانوني، البوجي باق مهما على صوت الجنرال مطالبا بالتغيير والإصلاح. دائما بنقول وإذا كان رب البيت بالدف مولع فشيبت وأهل البيت كلهم رقصوا. إذا بيقع بقمة السلطة التنفيذية في مخالفة قانونية، قديش بده يكون على الأرض المخالفات واسعة. وضع القاضي سهيل بوجي هو مخالفة ساطعة للقانون بكل المعايير وكل المفاهيم. صحة القاضي سهيل بوجي مش منتدى لمدة 6 سنوات فقط، لأنه في قانون خاص بالمديرية العامة لرئاسة الجمهورية، المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء تسمح بالانتداب غير المحدود. المخالفة شو بتتمثل؟ بتتمثل بشيء بسيط جدا. القاضي سهيل بوجي كان مستشارا في مجلس الشورى الدولي، تم انتدابه من مجلس الشورى الدولي إلى الملاك الإداري العام سنة 2000. في نص صريح بنظام مجلس الشورى الدولي، هو نص المادة 16، بيقول أن مدة الانتداب لا يمكن أن تتجاوز 6 سنوات من مجمل عمله القضائي، من مجمل عمله القضائي. 6 سنوات من مجمل عمله القضائي انتهوا بحد أقصى سنة 2006. وبعد غادر السنيورة وأتى الحريري الابن ليلتزم ببوجي الموصى به من الوالد. صوت الجنرال بح لكثرة الصراخ، على صوت القانونيين مطالبين باستقالة بوجي لوقف المخالفة، إلا أن الرجل بقي. ما في شيء كيدي إذا كانت الدولة أقدمت على وضع حد للمخالفات مهما كان انتماء الموظف المذهبي. الكيدية هي في الاستمرار في المخالفة أخذا في الاعتبار مذهب الموظف. سبق وتوجه سؤال نيابي حول الموضوع وصار في إجابة كاملة، والإجابة كانت واضحة جدا حول هالموضوع، أنه نعم ما في أي إشكال قانوني. هلا إذا في موضوع قانوني تفضل وجه سؤال جديد للحكومة. سقط الحريري وأنزل الحرم السياسي بكل ما هو أزرق إلا سهيل بوجي. هو الانتداب غير محدود، يعني بتقرر الحكومة أمتى بدها توقف هالانتداب. بس طالما أنه الحكومة رئيس الحكومة ما قرر أمتى بوقف هالانتداب، ما في مشكلة، المسؤول عن الانتداب هو رئيس الحكومة. أول من يتحمل مسؤولية وضع القاضي سهيل بوجي هو القاضي سهيل بوجي، لأنه يعرف جيدا أن مدة انتدابه قد انتهت. ومن يتحمل المسؤولية بعد ذلك بالتأكيد مجلس الوزراء الذي ناط به الدستور السلطة الإجرائية، ومن ثم رئيس الحكومة الذي يجب أن يبادر من منطلق أنه رئيس حكومة كل لبنان، وليس من منطلق مراعاة مذهب أو مذهب. في 11 عاما 5 رؤساء حكومات تعاقبوا على السلطة التنفيذية، وحده سهيل بوجي أدار كل هذه الحكومات أمينا عاما حينا وأمينا خاصا أحيانا. والرجل بقدرة المذاهب القادرة بقي، وعلى ما يبدو باق وباق وباق.